خير. اليوم في الفيديو ديال اليوم جيت ندوي لكم على واحد القاعده اللي انا ورا هاد لا فيديو غادي نصور لكم فيديو واحد اخر في نفس الوقت اللي عنده علاقه بكيفاش ترتب الوقت ديالك وكيفاش ترتب الشغل. باش ترتب الشغل انا درت بزاف ديال الجداول، ما نهضرش على هادشي دابا، نخلي حتى الفيديو الاخر نهضر عليه. وباش هاد الجدول اللي درتو نجح ليا كان خاصني ضروري ندوز من هاد الخطوه هادي، هاد الخطوه اللي اساسيه باش ان البروغرام اللي غادي نحط لكم من بعد غادي ينجح لكم، الا وهي كل حاجه في الدار خاصها تكون عندها بلاصتها، ويلا ما لقيت ليهاش بلاصتها فاذا بلاصتها برا داري. هادي قاعده بسيطه وسهله ولكن عندها واحد التغيير يدرى لك عجيب في النظام ديال الدار ديالك. هادي انا كلشي يمكن كيعرف الكاتبه ماري كوندو، وهي اصلا خبيره في هادشي ديال التنظيم وديال الترتيب، وهذا قريت الكتاب ديالها بزاف الناس فادوه، كاين اللي ما فهمو ليهاش. انا خديت كما العاده غير ليسانسييل، هو كتاب طويل كتلقاي شي حوايج كيتعاودوا شي حوايج ممكن، ولكن خديت انا غير الاساسي في هذاك. هاد الطريقه الا طبقناها ديال هاد السيده هادي صراحه الشغل ديال الدار غادي ينقص بنسبه 50%، وال 50% الاخرى اللي صعيبه غادي نديروها بواحد الجدول اللي غادي نحطو لكم من بعد. هاد السيده شنو كتقول؟ كما قلت لكم كل حاجه في الدار خاصها تكون عندها بلاصتها معروفه، بحال دابا كيما التلفازه حاطاها في بلاصتها معروفه، ما يمكنكش مره تحطيها في الحمام، مره باش تحطها في الكلوغلا. فكل اي ارتيكل، اي بتيت ارتيكل كيما ما كتبغى يكون خاصو يكون عنده بلاصتو. لقيتي له بلاصتو مرحبا، ما عييتي ما تبقاي كتشوفيه ديما كيدور من هنا من هنا من هنا من هنا، عارفيه ما صالحش ولوحيه. هذا الشيء اولا صعيب شويش حيت كاين ماشي كلشي، كاين ناس اللي كنقولهم دي غاردوتو تيحماقوا يخليو كلشي. الخطوه باش انك ديري هاد المرحله هادي دوزي ليها هو انك خاصك بعدا كنتينا مع راساتك تشوفي شنو هما لي زوبجيكتيف ديالك. علاش انا باغا ندير هكذا؟ شنو بغيت انا في هاد الدار؟ شنو بغيت؟ بحال دابا انا ماش نقول، انا داري بغيت ندخل بغيت نلقاها مرتبه، وبغيت نلقى مساحه فين نبدا نقرا بحال دابا كتاب، ولا مساحه فين ندير سبور، ولا مساحه فين نجلس ونشرب كويس ديال اتاي. كدير واحد لوبجيكتيف، بغيت هادي بغيت هادي. من بعد غادي تدوز الطريقه ديال كيفاش باش تخلي على كل حاجه. انا جوغي بيان ايمي كنت ندير لكم فيديو انا كندير هادشي هذا، مي سي بيان دوماج كنت طبقته قبل ما نفتح كاع قناه، ولكن ما طبقتوش على كلشي، بقات لي واحد البلاصه اللي مازال ما طبقتها هي شوي ماشي شوي. المهم كنت يلا باش نبدا وقعت شي حاجه ما كملتهاش. اول حاجه قلت لك هي الملابس الحوايج، باش تخلصي من الحوايج اللي ما صالحينش وباش تعرفي انت الحوايج اللي صالحين لك من اللي ما صالحينش كتبعي هذه الطريقه هادي. اول حاجه باش تقول اليوم غادي نجبد هذا البلاكار وغدا غادي نجبد البلاكار الاخر وبعدو غادي نجبد البلاكار اللي هتمتو. لا 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 لا، الحوايج كلهم اللي عندك، بحال دابا نبدا بحوايجي انا، خلي الحوايج راجلي ولا ديال ولادي، نبدا بحوايجي انا. الحوايج كلهم اللي عندي، كلهم سواء ديال الصيف سواء ديال الشتاء، نعم الله ديالاش كلشي كيتجبد، الحوايج ديال البلبوس ديال الدار وديال الخروج كلشي كيتجبد. وغادي تبداي تقسميهم، ديري بحال انت هنايا باش ديري واحد المجموعه وهنا واحد المجموعه، كيفاش باش تفرقي هاد الحوايج؟ او اي با الحوايج الفوقيين والحوايج ديال التحت، اي حاجه كتلبس الفوق كتحطها في هاد القنت هذا، اي حاجه كتلبس التحت كتحطها في هاد القنت هذا. سي بيان، نهضروا هنا بحال دابا على الحوايج، ها هادو فرقنا الحوايج ديال الزنقه او اي با، والحوايج ديال الدار او اي با، الملابس الداخليه بوحدهم. نبداو بالحوايج ديال الزنقه، انا حطيت هنايا ما خاصك تنسي والو، القاعده كتقول انك خاصك تجبد كلشي اللي عندك ديال الزنقه، كلشي كلشي كلشي، طوسكي ديال الزنقه كيتلبس الفوق حطو هنا، طوسكي ديال الزنقه كيتلبس لتحت حطو هنا. من بعد شنو باش تبدا دير؟ عاد تجبد كل ارتيكل، ها
هنايا جبت هذا، قالت واحد لو بوي، قالت لك شوف انا في الاول قريت وزعما كنقول مني طبقت والله لقيتها فريمون رائعه، وتا شي حوايج لي انا زعما ميم سي انا جو با دو جونغ لي كنخبع، لقيت راسي شي حوايجات كنبقى مخليهم فادوني انا نيتا هما يا صافي عرفتهم ما صالح ليش. كتاخذ بحال دابا لقيت هذا البول هذا، قالت لك كتشدو كتشوف كتكونتينا مع راساتك، خاصك تاخذ الوقت بحال دابا اليوم نديرو ديال الحوايج، غدا نديرو الحوايج هادي بعدو لهادي بعدو لهاداك. كتشد هذاك البول كتشوفو، قالت لك كتقول مع راساتك واش هاد البول كيدخل السعاده لقلبي، واش ملي كنلبسو تيعجبني راسي، واش الا كانت عندي شي ايفينمون ولا كنت خارجه غادي يعجبني نلبسو غنفكر نلبسو. الا لقيتي راسك فريمون شي حاجه اللي كتعجبك بيان سور غنحطو مع الحوايج كو جو في كاردي. لقيتي راسك هذيك الحاجه كتبقاي تشوفي فيها وتقولي وهي ماشي كتعجبني بزاف ولكن ممكن تصلح لي شي نهار، هذا لا 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 هذا صح هذا قال لك كيفاش باش تخليه، باش حدك باش تقولي ليه شكرا اديتي المهمه ديالك جزاك الله بخير سير في حالتك، ممكن تساعد انسان واحد اخر حيت هذيك الحاجه النهار الاولى راك شريتيها عجباتك فرحاتك ولكن صافي دوزاتها والله يجعل البركه دوزات وقتها. شتي والله ملي كيكونوا عندك الحوايج اللي ما صالحينش والحوايج اللي صالحين كتلقاي راسك دوزتي واحد المده طويله في حياتك وانت كتلبسي الحوايج اللي ما صالحينش والحوايج اللي كيعجبكم خبعهم حتى ليو ايتها نهار نعم الله فوقاش سير فاطمه خبعه. قالت لك كتبقى بحال هكذا مع لي او اي حاجه دوك لو طا داك الكم داك المهم داك الكم ديال الحوايج اللي جمعناهم كيتلبسوا من الفوق كل حاجه وبالخاطر كتشدها وكتشوف فيها عجباني مزيانه كتفرحني كيعجبني راسي ملي كنلبسها سي بيان جو لا كارت. كتبقاي كتفكري مع راساتك وديري هذه هذه لا لا حطيها حتى كتكملي الحوايج اللي هو كلهم وبيان سور توسكيه مقطع توسكيه هذا راه داخل في داكشي اللي ما كيعجبنيش. ملي كتسالي مع لي او كدوزي الليبا اي سي لا ميم شوز عاجبني مرتاحه فيه ملي كنلبسو كنكون فرحانه مرحبا جو لو غارد. لقيت راسي لا ما كنبقى نفكر وهو كيصلح وهو راه واحد النهار ممكن يصلح ليا في هادي وهي مخليه ما تعرف هذاك يزول وهذاك داك ممكن ما تعرف صافي هكذا كنكمل الحوايج ديال الزنقه كندوز الحوايج ديال الدار لي بيجاما وكلشي كتجمع حتى همايا باش نجمع هنايا او ايبا او ايبا سي لا ميم شوز. وما تقوليش هادي بيجاما ديال الشغال وهادي بيجاما ديال النعاس وهادي بيجاما نعمل ليسونسييل واش هاد البيجاما كتعجبك واش غادي تعجبك واش كتلبسيها كي كتفرحي براسك ولا لابساك داك حيت خاصك تلبسيها عاجبك نقيقية مزيانه فرحتي بها حطها. كتبقى داك نفس السؤال تبقاي تدور في راسك واش زولها باش نساليو الحوايج ديال الدار وديال الزنقه الملابس الداخليه دوك بوحدهم كنجمع توسكيه لانجري الملابس الداخليه ماكم عرفتي شنو هي غادي دير نفس الشيء غتشد داك الحاجه هاد الحاجه هادي الا شافني شي واحد بها شي واخا داخليه واخا ملابس داخليه كتقول الا شافني شي واحد بها واش غادي نكون مزيانه مرتاحه ولا غادي نكون حشمانه ونقول لا 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 عندك الجواب راكم عرفتوه وصافي اي جو كومونس كان انا عرفت هذا الشيء صدقوني الا تبعتوا هذه الطريقه هذه ماش تلقاو واحد الجبل ديال الحوايج ماش تخرجوها وما يتندمش معكم الحال ابدا. جي تري هذا الشيء كله توسكي شوسيت لانجري داخل سوفيتمون تريكو دو بو جبعناهم هادو مع الملابس الداخليه الملابس الزنقه اويبا الملابس ديال الدار اويبا سي بيان. هذاك الحوايج اللي خرجتيهم كتقول لك القاعده انو دواف با تريني ما تبقايش كيدورو حداك وحطهم هنا سوغ بلاص كتخلص منهم يا اما عطاهم شي واحد ما عندوش راه ماشي يفرحهم ماشي يفرحو ما ماشي واحد من عائلتك الا كان في المقربين اولا الا ما كانش كنجمعهم ونحطهم راه كاين اللي ماشي يجي يهزهم حتى في الزنقه وماشي يبقى يدعي معاك نيا واخيره اللي كسيتي من ساسو راسو. وصدقني هادوك الحوايج اللي بقاو لك راه بها شوف انا نقول لكم بحال دابا ملي كنكونوا كنتفرجوا في شي فيلم هكذا كتلقى كتقول لي والله الا واحد زعما الناس اخر زعما دوك مالي الموضه
وكان كيبينوا لك البلاكار ديالها ما فيهش بزاف الحوايج، هذا سي صح، راه ما فيهش بزاف ديال الحوايج، البيسات محطوطين مخيطين كتلبسيهم بشهوتك وكتسالي، عاد غادي يبانوا لك في البلاكار ديالك شي حوايج ما كنتيش كتستعمليهم، شي حوايج كنتي حطاهم، وهذوك اللي مخربقين اللي حالتهم كتلقاي راسك كتعاودي تعاودي 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 تلبسي فيهم، والاخرين اللي زوينين تيعجبوك ما كتستفدي حتى منهم. دونك قلنا هنايا هذاك الشيء اللي كاين، ما اشترتو البلاكار ديالك المساحه ديال الاخوات، نتينا مع راساتك لداخل غادي تلقى تهنيتي وتصفيتي، غتولي حتى حويجات كتجبدهم بالشهوه، غتولي تحل تلقى الصباح هذا الكباب محطوطين عارفاهم كله ما عاجبني كله منيك، يا نتخير شنو بغيت، ما نبقاش لا لا هذا يصلح لا هذا ما يصلحش، هي اللي عندي هي اللي عاجبني، يعني كيبقى لي انا هي كيفاش ندير داك داك التنسيق وصافي. هذا فيما يخص الملابس، والقاعده كتقول الى في حاله ما كملتي الحوايج صوبتيهم كلهم وتال من بعد ساليتي لغت ليه وتفكرتي شي حاجه مخبعاه في شي بلاصه ما درتيلاش لو تري معاهم، قالت لك هذيك خرجيها، حيت بيسك العقل الباطني ديالك ما عقلش عليها، ما بقاش عارفه ما دايراش حساب ملي كنتي نتينا كتجبدي الحوايج، فما صالحالكش يعني انت ما دايرهاش بالك، يعني ماشي من الاشياء اللي مهمه لك سي بيان. ابري كتدخل الملابس ديال المناسبات، حنا بيان سور في المغرب تبارك الله القفيطنات على الجلابات على البيسات داكشي عاود كيتجبد، كتشوف اللي صالح اللي نقيقي اللي كتلبسو اللي عاجبك مزيان، شي حاجه كنتي حطاها نعم الله ما عرفتش فايش، المهم لا ميم شوز كدير لو تري ابري لا لا. المهم نهار ما شديتي الحوايج ديالك، نهار الحوايج ديال وليداتك ولا ديال هذا، وانت هذا دابا انا درت الحوايج سالينا هذا بحال دابا انا نسي انا بوحدي ساليت مع الحوايج، الحوايج اللي كيديروا الكركبه في الدار اللي كيديروا مشكل ديال انك الدار كتولي مرونه وتم ما تبقى تجمع فيها، اقسم بالله تم ما تبقى تجمع في داك الدار، هما الحوايج، حوايج الملابس، هما الكتوبه، وهما البلاستيك بدون نقاش، حوايج كتوبه بلاستيك، الحوايج احنا فطينا معاهم، الكتوبه كاين الناس اللي كتلقاه مازال عنده الدفتر ديال قسم التحضير الاول، اييه راه سي ان سوفونير جو كومبران شي حاجه، ولكن والا جيتي تجمع كل عام دفاتر ورا خاصك بيت تجمع فيه كتوباتك ديال حياتك ملي قريتي في التحضير الاول حتى وصلت لافاك ولا معاك لي زيتود سوبيريور، سا مارش با كوم سا، بغيتي دي سوفونير بور توا، عندك شي حوايج كيشكلوا لك ذكريات وما قادش تخلى منهم، كاينه واحد الطريقه ساهله بسيطه، الا لا انا عندي الدفتر ديال والدي بغيت نوقع عقل عليه شنو كان كيدير في الماتيرنال شنو كان كيدير في البريمير، فعوضنا غادي نبقى نجبد كل عام نخبي عليه جوج ثلاثه ديال المجلدات هكذا كبارين، كارت ميموار شحال ساويه 60 80 درهم الغاليه كاع، غادي نشد الطريقه كتقول وغادي نصور هذوك لي باج، غادي نصور هذوك لي باج اللي انا جو لي غاردي كوم سوفونير، هذاك الكتاب ماشي تخلص منه وتبقى عندي فعوض 7000 كتاب محطوط، غادي يلقى عندي واحد كارت ميموار ولا كلي يو اس بي سهيله اتخوي، والكتب قالت لك كتفرقهم اوراق وكتب، اوراق وكتب، الكتب هما اللي كنبداو بهم في الاول حيت ساهلين، الا كانوا بحال هاد الكتب ديال المخلدات كديرها الطريقه هذه ديال الصور وكتصيفط عليك صافي صور وصيفط، الكتب ديال الروايات والقصص وهذا اللي زعما كيصلاحو انسيكلوبيدي هذا هذوك اون لي كارت، وعاوتاني نقول لكم نفس المساله صدقوني ملي غادي تخرجوا بلاصه ديال الكتب عاد تلقاو شي كتيبات عندكم زوينين اللي داز الوقت ما لقيتي ولا فين تقراو ولا نسيتوهم حتى واش عندكم ولا شارينا، سالينا من الكتوبه ندوزو للوراق، الاوراق مهمه وغير مهمه، مهمه بحال دابا تلقى العقد ديال الزواج، العقد ديال البيع والشراء، شي غارانتي ديال شي حاجه، شي ان دوسيي دو كريدي جو سي با كو، هادوك مهمه، والاوراق الغير المهمه سور اطلقي مخشيه معاهم شي فاكتور ديال الموظف شي بلاصه شي ورقه نعم الله منين جات ايوا تو فا فير لو تري، هذا صالح هذا ما صالحش، هذا صالح هذا ما صالحش،
هادوك الوريقات اللي صالحين كيفاش باش نجمعوهم؟ غادي نديرو بورتفوليو ولا بورتفو، عرفتي دوك الكتب هادوك داك لي دوسي اللي كتلقاي فيهم دوك لي فيو ترونسبارون بحال دي شوميز كتقدي فيهم الورقه هكداك. فوتك قوت الورقه كدا كلشي ملون ومحطوط، كتجبد هذاك البورتفو الا كانوا عندك بزاف زعما داكشي المهمين، غادي دير بحال دابا هذا ديال لي كونطرا، وهذا بحال دابا ديال لي غارونتي، مع ديال بحال دابا انا كنحط لي كونطرا في واحد البورتفو و تو سكي غارونتي ولا هذوك لي مود دومبلوا ديال شي بحال دابا لا ماشين لافي لا فيسيل وهذا كنحطهم في ان اوتر بورتفو صافي بوان. ها هو داك قوت الورق وهكذا، حتى ملي غادي تجي تستعملهم لا بروشين فوا غادي يجيك ساهله تقلب على شي كونطرا، تجبد البورتفوليو اللي فيه الكونطرا تسميه مكتوبه دور هكذا تدوك اللي كيجي سهله ونقيقيه وصافي. وبيان سور الاوراق الاخرى صيفط، وما تبقاش تقول اليوم نخرجهم غدا مش نخرجهم، هادشي كيدار في النهار نفسه، هادشي ما كيدارش على ايام، نهار الحوايج كملناه، نهار ديال الورق الكتوبه باش يكمل اليوم، حيت الا طولتي في المده كيمشي داك الحماس وكيمشي داك العقلانيه في انك ماش تقاد الحوايج. جمعنا الحوايج قديناهم الكتوبه قديناهم فرقناهم صافي، ها حنايا تلقاي راسك خويتي واحد نص ديال الكتوبه ديالك كلهم مشاو، ما داكشي كتلقاي راسك ما صالحش ابدا، تلقاي راسك جا مع شي وعاق مع شي اوردونونس نعم الله دازت عليها شي 10 سنين ودينا مخبعها. حتى هادوك ديال بحال دابا ملي كنكونوا الشوره ديال الحباله ملي كتمشيو كدير ليكوغرافي وكيعطوك داك الوريقات، راه جو بو غاردي اون، ملي كديري ليكو كل مره كتخرج لك ما عرفتي شنو، جو بو غاردي اون كوم سوفينير دون جون بوات سوفينير ديال ولدي بحال دابا هادي، اي لي زوتر الا كان فريمون شي حاجه باغاها صورها ونحطها. هذا هو قلنا الحوايج رقم واحد، المشكله رقم واحد في الدار، جوج الكتوبه والوراق، ثلاثة البلاستيك في الكوزينة، البلاستيك في الكوزينة، الكوزينة كتولي كترعد 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 بقوة البلاستيك. البلاستيك أنا كنقولكم أنا ما كندير لا بوبليسيتي لا والو، أصلا زعما ما وصلش لذاك المرحلة اللي باش ندير فيها لا بوبليسيتي. لي بوبليسيتي تبارك الله كيديرو زعما الناس اللي عندهم قنوات في عدد المشاهدين بزاف، كتكون وصلت ديجا لواحد المستوى عاد كتدير لا بوبليسيتي، أنا يعني عاد قايلة بسم الله. ثانيا زعما هادشي راه شركه اللي زعما عالميه معروفه، ماشي انا اللي غادي كتسيني انا باش ندير لا بوبليسيتي. انا ديك المره شدت لكم على سوبر ماغ كنلقى راسي وفرت في المساحه وعاد في الصحه قوت 10000 ميكا ديال هادي ديري فيها هادي وهادي خبعي فيها هادي كلها كتزول، وغادي نعوضها بميكا وحده بواط وحده اون بلاستيك اللي زوينه ودايره خدمتها ديال بصح اللي قاديه غرض ديالها ياك، يعني خاصك تزول داك البلاستيك كله اللي بات اللي ماشي صحي اللي هادي مهرسه من هنايا، جونغ الناس اللي كيبقاو يخبعوا في البواطه ديال لاكلاص والبواطه نعم الله شنو ديال كنت كنشوف هادشي حتى ديال سميتو هذيك شنو هي واحد المره شفتها وزدت فريمون زعما سوربريز ديال الصابون ديال هكداك، هذاك الشيء راك مشكله كبيره واه عباد الله. وهذاك البلاستيك ديجا سي دو لا تري موفيز كاليتي، كتعرفي من من ارداء الانواع ديال البلاستيك، وعاد هو يا مصوب الناس اللي صوبوه باش يدار فيه المسحوق بالنظافه، يعني شي حاجه ماشي اللي كتكال، عاد جينتينا وغادي تقول ماش نغسلو وندير فيه، راه شي حوايج ما كيوقعوا ما كنشوفهمش، لا زوين في المنظر لا هو صحي لا لا لا, لا ما عرفتش شنو غادي يؤدي الوظيفه ديالو هي هذيك، غنزول عليا هادشي هذا وماش نشري 4-5 ديال العليبات زوينين، اصلا انا واش الثلاجه كلها نعمرها بالعلابي تبارك الله، هذا كله خزين، الثلاجه كلها عندي فيها 20 علبه، ايوا راه اذا داك الثلاجه مسكينه ربي اللي عالم بها، لا صافي 5-6 ديال العليبات ديال هذا مزيانين، والاخرين ديال الخضيره واحده اخرين ديال الكونجيلاسيون بوان با سالينا قلت القش قش قش داكشي ما صالحش. هادو ثلاثه الحوايج اللي كيديروا مشكل في الترتيب ديال البيت، هادو حنا دابا درنا اون كلاس، هادو المشاكل الكبرى هادشي داكشي زعما كاين الاول. من بعد كتدخل في الثانوي لالا عندك كتمشي بحال دابا نيت في الكوزينه غادي نرجعوا ليها، عاد كتدخلي لتوسكي بحال دابا اوستانسيل دو كوزين
معالق، فراشات، ليلوش، المغرفات، السباتول، داك تخرب، هذاك حتى هو كتجبد ليه. اللي لقيتي عندك 3 4 ديال الحوايج هادي ديها ملويه من هنايا، هادي ما عاد ما صالحه صيفط. راه ملي كتدخل الكوزينه ديال شي وحده وكتلقاها والله الا كوزينه غزاله، حيت ديك الكوزينه غزاله حاطه فيها هي المهم، ماشي بحال جامعه هادي بواطه ديال ما عرفت الكلاص حاطه فيها الطحين، وهادي معلقه مهرسه من هنايا، وهادي محروقه من هنايا، وجمعاهم حتى هي الا دارت نفس الشيء، حتى هي داك الكوزنه واخا تكون عامله باش نصوبها ب 10 مليون غادي تبان حالتها. كدوز دوك لي زوستانسيل دو كويزين، لي فورشيت، انا عندي بحال دابا عندنا حنايا الساعه ديال لي فورشيت هذا محطوطين نقيين مصوبين مزيان، داكشي اللي ما صالحش خوي، وحتى ملي غادي نسالي غادي يبان ليا. انا خاصني هنايا بحال دابا لي فورشيت، خاصني يعني سكينه جدادين، خاصني هذا. دونك هنايا والله صدقوني الدار غادي تولي اتخوا، غتلقاي مساحه لشحال من الحوايج، وحتى البروغرام اللي باش نعطيكم من بعد غادي يجيكم ساهل، وماش تطبقوا وماشي ينجح هاد المره معكم. هاد الا درنا هاد الشيء هذا، يعني القاعده خاصها تكون نظيفه ومزيانه، وعاد درنا واحد الروتين، عاد درنا واحد الجدول، غادي ينجح معكم بواحد الطريقه رائعه. وانا هاد الشيء راه دويت عرفتي شحال من عام، وانا كنبقى نصوب هادي وندير هاد البروغرام وما كيصدقش، وندير هاد البروغرام وما كيصدقش. هو حيت لا باز ما كايناش، الاساس داكشي كله مرون، فين غادي يصدق لك؟ تما ديري شي جدول، راه بحال شي وجه موسخ وانت كتماكيي فيه، وتما بقيت ماكيه راه ما غادي يعطيك والو، لا باز ما نقياش. سي لا ميم شوز هنايا، الاساس ديال الدار مرون، مروب العمر بالحوايج اللي ما صالحينش، قوت القش، كدوري الشغل بواحد الطريقه خطيره، تما تبقاي ديري حتى حاجه ما كتبان وحتى حاجه ما كتنجح معك. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، سمحوا لي الا طولت عليكم، ولكن والله كان خاصني نشرح واحد الكتاب اللي فريمون دار التغيير، دار لي نقله انا زعما على مستوى النظام وعلى مستوى الشخصي. بيان سور الا كنت كندخل لداري وكنلقاها مرتبه ونقيقيه فرات انا كنرتاح. غادي ننزل لكم ورا هذا الفيديو، وانا غادي نحاول دابا نيت من حدي نحدي عندي كيفاش ندوي لكم على الجدول، غادي نحاول ننزل لكم الفيديو. نقول لكم شكرا على المشاهدة، الى اللقاء، والى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامة، باي باي.